تمام. يبقى دلوقتي الرسمة الأولى دي، تمام، الرسمة الأولى حق الديسيميشن في التايم المطلوب الأول. المطلوب الثاني احسب بالديسيميشن في الفريكونسي، يبقى هنستخدم الرسمة الثانية. خلاص. المطلوب الثالث بيقول لك احسب لي الكومبلكس مالتيبليكيشن اند اديشنال ريكوايرد نمبر اوف كومبلكس مالتيبليكيشن اند اديشن. ده قانون بنعوض فيه. خلينا في الأول، المطلوب الأول ازاي نستخدم الرسمة اللي قدامكم دي، ازاي نستخدم الرسمة الأولى عشان نطلع منها الاكس كي. الاكس كي هي الاوتبوت، شايفين اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7، هدول هم الاكس كي. تمام. بقولكم يا جماعه معلش اعيد الحته دي عشان عايشه لسه توها داخله، معلش. ماشي، ادي البارت الصغير اللي قلته من الاول. بص يا جماعه، تاني على السريع، فكره السؤال الاول بيقول ايه، او فكره السؤال الاول ان او الاساس اسايمنت اصلا فكرته ايه؟ فكرته انه بيقول لك في حاجه اسمها اف اف تي. شنو الاف اف تي ده؟ الاف اف تي ده عباره عن حاجه بنستخدمها عشان نحول اكس ان حق اكس اوف كي. الاكس ان دي بنقول عليها تايم دومين، الاكس كي بنقول عليها فريكوانسي دومين. يبقى الاف اف تي بيحول التايم حق ايه؟ حق فريكوانسي. طب والاف اف تي ده اللي بيحول التايم لفريكوانسي عباره عن ايه؟ عباره عن رسمه، شايفين الرسمه دي؟ هي دي اسمها اف اف تي، بس عندي منها نوعين، عندي الرسمه دي وعندي الرسمه اللي في الصفحه اللي بعديها عدل اهي. الرسمه دي، الرسمتين دول بنسميهم اف اف تي، وبنستخدمهم عشان نحسب الاكس اوف كي. تمام. طيب فين الاكس اوف كي بتاعتك؟ الاكس اوف كي هي الاوتبوت بتاع الرسمه، هي اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7. الاوتبوت ده كله بنسميه الاكس اوف كي. تمام. طيب والانبوت، مين الانبوت اللي هو اكس سمول 0؟ الانبوت اللي هو بنقول عليه اكس سمول، الانبوت اللي هو اكس سمول ان، صح؟ اللي هو بيعطيك اياه. يبقى اكس 0 واكس 4 واكس 2 واكس 6 واكس 1 واكس 5 اللي موجودين عند الانبوت دول حق الاكس سمول ان. يبقى الاكس سمول ان تدش على الانبوت يطلع الاوتبوت اكس كابيتال كي. اوكي، ممتاز، ده الرسمه الاولى. والرسمه الثانيه نفس الفكره بالظبط، برضه الانبوت بيكون هو الاكس ان، يعني بنحط هنا الاكس سمول ان عند الانبوت والاوتبوت يطلع مين؟ الاكس كابيتال كي. هتقول لي ممتاز، الطريقتين دول بنسميهم ايه؟ اف اف تي. تقول لي طب ايه الفرق بين الرسمتين؟ ده الرسمتين شبه بعض. اقول لك الفرق بينهم بسيط خالص. الرسمه الاولانيه هتلاقي الرسمه بتاعتك اول حاجه ماشي خطين تقاطع، خطين تقاطع، خطين تقاطع، خطين تقاطع. الخطين التقاطع هيصيروا اربعه، يعني خطين تحت وخطين فوق، صار اربعه تقاطع. بعد كده الاربعه تقاطع صاروا كام؟ صاروا اربعه تحت واربعه فوق، يعني صاروا كام؟ صاروا 8، يعني كان ماشي 2 بعد كده مشي 4 وبعد كده مشي ايه 8 خطوط. لكن الرسمه اللي تحت دي، فالرسمه اللي فوق اول اللي بيمشي فيها 2 بعد كده 4 بعد كده 8، الرسمه الاولى بنسميها ديسيميشن في التايم، بنسميها ديسيميشن في ايه؟ في التايم. لكن الرسمه اللي تحت هتلاقيه ماشي عكس، يعني بدأ اول حاجه 4 خطوط تحت و4 فوق، يعني 8 خطوط. بعد كده 2 فوق و2 تحت، يعني 4 خطوط. بعد كده ايه؟ خط فوق خط تحت، يعني خطين، يعني عكس اللي فوق مشي 8 4 2، فبنسميها ديسيميشن في الفريكوانسي. اتفقنا؟ طيب يبقى دي اسمها الاولى، اسمها ديسيميشن في التايم، والرسمه الثانيه اسمها ديسيميشن في الفريكوانسي، لكن الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه، ان تدخل لهم اكس ان على الانبوت يطلع الاكس اوف كي على الاوتبوت. طيب تعالى دلوقتي، ديسيميشن في التايم. فالمطلوب في السؤال الأول كويتشن نمبر 1، كويتشن نمبر 1 مدينا إيه؟ بيقول لك هو مديك سيجنال اسمها اكس ان أهي، فيها 3 وصفر وسالب 1 و3 وصفر، الاكس ان جيفن، وبيقول لك يبقى معطيك الانبوت، يعني الاكس ان اللي هو الانبوت، يبقى معطيك الانبوت. ويطلب منك مين؟ اكيد بيطلب منك الاوتبوت بتاع الرسمه اللي هو اكس كي. تمام. لحظه يا جماعه، معلش شويه، لحظه.
هطلب منكم طلب يا بنات دلوقتي تعملوه، كل واحدة تجيب آلة حاسبة جنبها وتحطها، كل الفيرجن بتاعها مختلف عن اللي أنا بحل عليه، تحط آلة حاسبة جنبها. خلاص؟ لحظة. طيب حلو، هو طالب مني ايه؟ طالب مني الاكس اوف كي المطلوب الاول، بيقول لك احسب الاكس كي بس باستخدام الديسيميشن في التايم. ديسيميشن في التايم يعني هستخدم الرسمه الاولى. المطلوب رقم بي بيقول لك احسب الاكس كي، نفس المطلوب بالظبط بس استخدم الديسيميشن في الفريكونسي. يعني ايه الديسيميشن في الفريكونسي؟ يعني هستخدم الرسمه الثانيه اللي هي في الصفحه الثانيه. تمام. طيب حلو، خلينا في الاول في المطلوب الاولاني. شوف الترتيب، ايه الخطوات اللي انا همشي عليها عشان عشان ادخل الانبوت اكس ان واطلع الاوتبوت اكس كي. تمام. طيب اولا قال لك احنا لازم نتفق على حاجه، الرسمه دي لازم الانبوت يكون يا اما رقمين يا اما اربع ارقام يا اما ثمان ارقام، ما يصير غير كده، يا اتنين يا اربعه يا ايه يا ثمانيه. طيب الاكس ان اللي هو معطيني اياها فيها كام رقم؟ تعال نشوف، فيها 3 0 سالب 1 3 0 3، مش كده؟ اهي ادي الاكس ان بتاعتك، قدها كده 3 0 سالب 1 3 0 3، 6 ارقام دول، مش كده؟ 6 ارقام. قلنا احنا الاكس ان لازم يكون فيها كام رقم؟ يا اما 2 يا 4 يا 8. تقول لي 6 ارقام ما ينفعش، يبقى اعمل ايه؟ ازيد صفرين، يبقى انا زدت صفرين على اليمين. فهمتوا ليه انا زدت صفرين على اليمين؟ عشان يصيروا كام رقم الاكس ان؟ 8. تمام؟ اوكي زدنا صفرين، ماشي زي الفل. طيب بعد كده، بعد ما زدت صفرين خلينا نبدا بالترتيب. اول رقم في الاكس ان، خلاص انا كده خدت الاكس ان 8 ارقام. تمام. اللي عنده سؤال يكتب في الشات يا جماعه. تمام. الاكس اول رقم في الاكس ان هو الاكس صفر، تاني رقم في الاكس ان اكس اوف واحد، السالب واحد اكس اوف كام؟ 2. التلاتة تبقى اسمها اكس في كام؟ 3. اللي بعده اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7 بالترتيب. حلو، يبقى ادي الاكس ان معطينا اياها 6 ارقام، زدت عليهم صفرين ورقمتهم بالترتيب، اول واحد اكس في 0 اكس في 1 اكس في 2 اكس في 3 اكس في 4 لغايه اكس 7. ممتاز. طيب ده اول خطوه عملتها. ثاني حاجه هعمل ايه؟ هاخد الاكس ارقام قيم الاكس ان واحطها على الرسمه هنا. تقول لي طب شلون؟ اقول لك انا، هو على الرسمه كاتب لك هنا اكس، واول حاجه حاطط مين هنا؟ حاطط مين يا جماعه؟ ها؟ اكس اوف صفر، صح؟ طب اجي جاي على الرسمه هنا، اكس اوف صفر قيمتها كام؟ هنا عندنا على اكس ان اللي عندي قيمتها 3. تمام؟ حلو، شلون صار صفرين وثلاثتين، صح؟ بص كده، السيجنال اللي هو دي الاكس ان جيفن اصلا اهي، ادي الاكس ان اللي جيفن. الاكس ان اللي جيفن فيها ايه؟ 3 0 سالب 1 3 0 3، يعني 3 0 سالب لغايه هنا ده جيفن في الاكس ان، يبقى ده جيفن هو معطيك ايه؟ دول كام رقم لو عديناهم؟ 1 2 3 4 5 6، فلازم اخليهم 8. فاعمل ايه؟ احط صفرين على اليمين، يبقى انا حطيت صفرين على اليمين عشان يصيروا كام رقم الاكس ان؟ يصير 8 ارقام. بعد فهمت كده زينب؟ واضح السؤال يا جماعه؟ فهمت كده؟ تمام. بعد كده رقمت الاكس ان بالترتيب. الاكس ان اول رقم هنا كام؟ ها؟ 3. الرقم اللي بعده كام؟ كل واحده يا بنات منكم حاطه آلة حاسبة معاها؟ طيب عشان نشتغل مع بعض دلوقتي، كل واحد تمسك آلة حاسبة وقلم. اول رقم اكس صفر، اللي بعديه اكس واحد، اللي بعديه اكس اتنين، اكس تلاته، اكس اربعه، اكس خمسه، اكس سته، لغايه اكس سبعه. تمام. اللي الفيرجن بتاعه مختلف عن الارقام اللي انا بحل بيها دي يكتب يس، يكتب يس مختلف. مين الفيرجن بتاعه مختلف؟ حصه. ها مين تاني؟ مين تاني؟
يعني عايشة نفس الفيرجن؟ عايشة نفس الفيرجن؟ طيب زينب سليم نفس الفيرجن؟ يعني بس المختلف حصة صح؟ أوكي تمام، المختلف حصة. خلاص يلا يا حصة، أنت اللي هتتعبي معانا دلوقتي، امسكي ورقة وقلم. يلا عايزك تكتبي الإكس إن زي ما أنا كاتبها كده، بس تغير حط الأرقام بتاعتك. قولي لي عندك دلوقتي يا حصة، عندك الإكس أوف صفر قيمتها كام يا حصة؟ إكس أوف صفر قيمتها كام عندك؟ اكس اوف صفر قيمتها كام يا حصة عندك؟ ها واحد. اوكي يبقى شايفه انا خدت الاكس صفر كتبته، هو هنا اول واحد على الرسمه يبقى اكس صفر، فانا كاتب 3، يبقى انت حصة هتكتبي مكان الثلاثه هنا كام؟ هتكتبي واحد صح؟ طيب اكس اوف واحد عندنا بصفر، عندك انت بكام يا حصه؟